شايفة الانتخابات دي انتخابات شفافة وفيها فرص عادلة، ولا في بعض البعض زي ما انت قلت بيلعب على المشاعر وفي بعض الأمور الأخرى المرفوضة؟ لا، هي مش شفافة بالشكل الكامل، لكن فيها حاجتين، فيها خلل أكتر من حاجة. رقم واحد، إن وعلى فكرة أنا كلمت الدكتور عماد البنان ووجهت له الكلام ده، ولكن برضو حبيت زي ما أقول لحضرتك إيه، ما انشغلش بالمشاكل، أركز في العمل الانتخابي، ولكن ليا تحفظاتي اللي طبعا لازم أسجلها وأبعتها لوزير الشباب، وده هيكون في طلب إن شاء الله. لا، هبعت لك صورة الطلب بعد ما يمضي عليه بقى. رقم واحد، اتاحت بعض الصلاحيات لبعض المرشحين وهي المتمثلة في القائمة، والصلاحيات دي مش متاحة للجميع. مثلا هقول لحضرتك، هضرب مثل واحد بس صغير. فوجئنا لقينا ان بعض اعضاء المرشحين في اللجنة واخدوا موافقة المدير اللجنة الثلاثية اللي بتدير النادي في الوقت الحالي ان هم يعملوا قافلة طبية، والقافلة دي هيعملوها من بعض الاصدقاء ليهم. كويس. انا لقيت ثورة عندي على التليفون، عشان تكون عارف ان في ناس تقدمت يوم 4/9، يمكن الاستاذة مروة كانت نازلة مراجعة. ايوه، لا مش الرفاعي، البرجمي تقريبا، اللي هي خرجت من كانت مقدمة طلب يوم 4/9 انها تعمل قافلة طبية كبيرة بالتعاون مع ادارة وزارة الصحة اللي في الجيزة، وتم الرفض عليها. غير كده بقى، انا قابلت الدكتور عماد، وهو عارف ان انا كنت رئيس مجلس ادارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في وزارة الشباب، وانا اول سيدة واول رئيس مجلس ادارة منتخب، خدت بال حضرتك، وعملت في هذا المجال بنجاح يشهد له الجميع يعني. وطلبت ان اعمل انا بقى قافلة طبية من اول بدء في العمل للانتخابي لحد يوم الانتخابات، ويبقى فيه سيارتين اسعاف موجودين كل يوم عند نادي الزمالك، وممكن يوم الانتخابات يبقى فيه 4. وتم الرفض لما نما الى علمي ان وافقوا لبعض للقائمة وما وافقوش للاعضاء المرشحين المستقلين او ليا. انا طبعا اعترضت وكلمته، راح قال لي لا احنا خلاص رفضنا. بس رفضت امتى؟ لما الناس اصرت. ما في مفيش عدل. في حاجة تانية برضو يعز عليا اتكلم فيها. شوف، انا ضد ان السلبيات اللي داخل اروقة النادي تبقى مطروحة كده لدى الجميع، ولكن للأسف بنعيش هذه الظروف. يعني حتى المثل بيقول اذا بوليتم فاستتروا. لا، انا لاقية الافراد بعض المرشحين بيتجروا بالسلبيات الموجودة في النادي.